السلام عليكم أصدقائي. بعد ما ذكرنا في الفيديو السابق طريقة إنشاء البرنامج وكذلك تنزيل الـ Connectivity Package الخاص بالريلي وطريقة إنشاء النيو بروجكت، حاليا وصلنا إلى الخطوة اللي هي تمثل لي التعامل مع الريلي اللي إحنا بهاي الحالة اختارينا الرف 615. بعد ما اختارينا نوع الريلي اللي راح نشتغل عليه اللي هو الرف 615، راح نلاحظ انه هناك اشارة اكس تبين انه الريلي غير متصل مع الحاسبة. بعدها تظهر لنا هاي الكونفيجريشن مودز اللي هي تمثل لي الاونلاين كونفيجريشن والاوفلاين كونفيجريشن. الاونلاين كونفيجريشن تمثل لي انه في حال ردت اعمل على الريلي وهو متصل على الحاسبة او متصل مع الحاسبة. اما الاوفلاين كونفيجريشن يمثل لي العمل على سيتنجات او كونفيجريشن الخاص بالريلي بدون وجود اتصال بينه وبين الحاسبه. حاليا اذا ضغطنا على الاونلاين كونفيجريشن وضغطنا نيكست، راح يظهر لنا نوع الستاندر او البروتوكول اللي هو الاي اي سي 61850، عاده هو هذا الخيار اللي متوفر. بعدها نضغط نيكست، بعدها نختار البورت اللي هو عباره عن البورت اللي تربط به الاثرنت، الفيشه الاثرنت او الكيبل الاثرنت بين اللابتوب والجهاز الوقايه، اما فرونت بورت او الرير بورت. عاده نختار الفرونت بورت لان الاي بي الخاص بي يكون ستاتيك، يعني الاي بي ما يحتاج اغيره حتى اسوي عمليه كونكشن بين الجهاز والحاسبه. نضغط نيكست، بعدها نيكست ايضا. بهاي الحالة راح هو يتعرف اذا كان الجهاز الحماية اللي هنا بهاي الحالة هو رف 615 مربوط الى اللابتوب، راح يقرأ الاوردر كود الخاص بالجهاز ويعرض المعلومات الخاصة به مثل المين ابليكيشن والعدد الباينري انبوت اوتبوتس واللانجوج اللغة وغيرها والباور سبلاي. بهاي الحالة احنا هسه ما متصلين بالرف 615، نلاحظ انه الاوردر كود ما انعرض، اما اذا كان مربوط راح ينعرض لهنا الاوردر كود الخاص بالرف 615. حاليا راح نعمل او نشتغل على الاوف لاين كونفيجريشن حتى نتعرف على الدوال والتقسيمات الخاصه بالريلي وشنو معنات كل وحده منهم. نرجع باك، نختار اوف لاين، نيكست. نلاحظ انه نفس الخطوات، ظهر لنا الاي دي الاي اي دي بروتوكول اللي هو الاي اي سي نفس الرقم، بعدها نيكست. نختار ايضا البورت، المنفذ الامامي او الخلفي مثل ما ذكرنا، نختار الفرونت بورت لان هو افضل من خلال من ناحيه الاي بي ستاتيك، يعني ما يحتاج انه اغير الاي بي الخاص بالريلي حتى يربط مع الحاسبه. بعدها نضغط نيكست، نيكست مره اخرى. راح نلاحظ هو اختار لنا اوردر كود افتراضي حتى يكون هذا الريلي بحالة اوف لاين، ونقدر نسوي عليه تعديلات من خلال السيتنج او الكونفيجريشن وغيرها. راح نلاحظ هنا نيكست، هنا يختار نوع الكونفيجريشن، التايبس اوف كونفيجريشن. الكونفيجريشن يعني ابتي كونفيجريشن، تكون الاعدادات او الكونفيجريشن اللي تريد تعمل عليها بدون اي اضافات او اي تعريفات، وهنا اكيد شارحها هو فوق بهاي الواجهة. عادة نختار لكي يعني نفهم الدوال الموجودة بداخل الكونفيجريشن او الريلي ونفهم المعاني مالتها والخطوات شلون ماشية، نختار الستاندرد كونفيجريشن، بعدها نضغط نيكست. هاي ستاندرد انه اديشن 1 يبقى نفس ما هو، بعدها نيكست. لحظات ويحمل الرف 615 بحالة الاوف لاين كونفيجريشن، وراح نلاحظ هنا تظهر عندنا عدة اختيارات. مثل ما تلاحظون بعد ما كمل الاوف لاين سيت اب او الاوف لاين لودينج، ظهرت لنا هذه الواجهة اللي تمثل لي هنا كاتب لي فوق سيت اب كومبليت، وتمثل لي هنا منطيني اسم الاي اي دي تايب اللي يمثل لي اسم الجهاز او اسم جهاز الوقايه اللي احنا مشتغلين عليه هنا بهاي الحاله رف 615، بروتكت فيرجن هذا الاصدار
هنا الاي بي ادريس اللي مثل ما ذكرنا هو راح يختاره بشكل ستاتيك. بعدها هنا الاوردر نمبر، الاوردر نمبر اللي متكون من احرف وارقام، وعاده ما يكون هذا الاوردر نمبر مطبوع بليبل اعلى الجهاز الخاص بالحمايه. بعدها نضغط على فينش. اوكي، راح نلاحظ هنا ظهرت لنا اختيارين تحت الرف 615. الـ IED Configuration تمثل لي السيتنج الخاصة بالريلي للتعامل مع المنظومة. أما النقطة الثانية اللي هي الـ Application Configuration فتمثل لي السيتنج اللي ممكن يتم وضعها حتى تنظم أو ترتب العلاقة بين الريلي والمعدة المراد حمايتها. لذا تعتبر هذه الـ Application Configuration عبارة عن Protection Function، فهي تحتوي على حمايات التيار والفولتية وكذلك القاطع. إذا رجعنا للـ IED Configuration راح نلاحظ أن الـ IED Configuration تمثل لي أو تظهر منها عدة اختيارات. الأولى مثلا الـ Hardware Configuration، الـ Hardware Configuration تمثل لي المدخلات والمخرجات الموجودة في ظهر الريلي اللي يتمثلها عبارة عن سلوتات مقسمة من X110 إلى X120 إلى X100 و X130. مثل ما تلاحظون إذا فتحنا الـ Hardware Configuration راح تظهر لنا هذه السلوتات اللي هي X100، X110، X120 و X130. الـ X110 عبارة عن البنات اللي هي تساوي 24 بن كونكشن، خاصة بالقسم منها خاص بالتغذية، وقسم في حالة القاطع، وقسم بالإنترنال فولت الخاص بالريلي. أما الـ 110 باينري إنبوت أوتبوت فتمثل لي بنات عددها 24 بن مقسمة إلى قسمين، الأول يبدي من 1 إلى 13 يمثل لي الباينري إنبوت، بينما العدد من 14 إلى 24 يمثل لي الأنالوج إنبوت. أما الـ X120 اللي هي تحت هذه X120 فعدد الـ Connection Pins الخاصة بها هي 14، من 1 إلى 6 تمثل لي الباينري إنبوت، بينما من 7 إلى 14 تمثل لي الأنالوج إنبوت أوف سي تي. أما القسم الأخير من السلوتس تمثل لي الـ X120، هي عبارة عن 18 كونكشن بن من البن 1 إلى 8 خاصة بالباينري إنبوت، بينما من البن 9 إلى 18 تمثل لي الأنالوج إنبوت الخاصة بالفي تي أو البي تي. مثل ما بينا التقسيمات الخاصة بالهاردوير كونفيجريشن الممتثلة بالـ X100، X110، X120 وكذلك الـ X130 نقدر نشوفها بظهر أو الجزء الخلفي للجهاز الحماية أو الريلي، أو من خلال الـ PDF أو المانوال الخاص بالتكنيكال داتا اللي نقدر ننزلها من الإنترنت. مثل ما تلاحظون حاليا هسه انا فاتح السكشن 12 اللي يمثل لي الفيزيكال كونكشن. الفيزيكال كونكشن هذا تمثل لي اللي قبل شوي تكلمنا عنه، اللي يمثل لي السلوتات الموجوده بظهر الريلي. مثل ما تلاحظون هنا عندي هذا السلوت اللي مثل ما ذكرنا هو متكون من 24 بن كونكشن، هاي البنات الكونكشن هي عددها 24، وهذا يمثل لي هو السلوت X100. الاكس 100 مثل ما ذكرنا انه يحتوينا على جزء خاص بالباور سبلاي، مثل ما تلاحظون البوزيتيف والنيجاتيف خاصه بالتغذيه اللي هي 1 و2. اما السلوت اكس 110 فمثل ما ذكرنا ايضا يحتوينا على 24 بن مثل ما موضح امامكم بالصوره. كذلك هنا نلاحظ الاكس 120 اللي هو متكون من 14 بن مقسمة مثل ما ذكرنا قبل قليل بين الانالوج والباينري. اما نلاحظ هنا انه الاكس 130 غير موجود، وهذه الخانة الفارغة ممكن انه تنفتح ويضاف لها سلوت جاهز لغرض يعني اضافة فاكشنات او اضافة كونفيجريشن او سيتنج اضافية للجهاز الحماية. وبهذا القدر نكتفي حاليا بشرح التفاصيل الخاصة بالـ IED Configuration، وأول نقطة منها اللي هي الـ Hardware Configuration. شكرا جزيلا لكم. أصدقائي، في نهاية الفيديو
لا تنسون الاشتراك، وكذلك تركونا تعليقاتكم أو استفساراتكم أسفل الفيديو. شكرا جزيلا لكم.